أكيد. ومن يوسف المشاكبي بدنا ننتقل لزميلنا أحمد أبو حماد. يسعد صباحك من جديد يا أحمد. نعم هبة، صباح الخير. صباح الخير كاتي، صباح الخير مشاهدينا. طبعا مشاهدينا، تسعى مديرية الأمن العام للتطوير والتحديث المستمر، ويتمثل ذلك بافتتاح أول مركز أمني متكامل في المملكة، واللي إحنا موجودين فيه الآن، وهو مركز أمن المنارة، والذي يجسد الدمج الفعلي للأجهزة الثلاث: الأمن العام والدرك والدفاع المدني. الهدف من وجود هذا المركز هو رفع سوية الخدمة الأمنية المقدمة للمواطنين في كافة مناطق المملكة، وتقديم خدمة أمنية احترافية ذكية وبكفاءة عالية، بالإضافة إلى التسهيل على المواطنين وتخفيف الإجراءات، وتقديم خدمة واسعة وأكثر شمولا لتحقيق المصلحة العامة وخدمة المجتمع والاستجابة السريعة في الحالات الطارئة والحوادث المختلفة. طبعا مشاهدينا، راح يكون معنا رئيس مركز أمن المنارة المتكامل المقدم أحمد لغنمين لحتى يعرفنا أكثر على الفكرة من وجود هذا المركز والهدف الأسمى لتقديم الخدمة الأمنية المتكاملة للمواطنين. أحمد بيك، قولك صباح الخير. صباح النور، يعطيك ألف عافية سيدي. يعني خطوة رائعة ومميزة من مديرية الأمن العام، دائما تسعى للتحديث والتطوير ومواكبة الأحداث والتطورات تكنولوجيا، وأيضا من خلال الكوادر البشرية والأجهزة والمعدات والمراكز المتكاملة. حابين نحكي أكثر سيدي عن هذه الفكرة، ونحكي عن الهدف من وجود مركز أمني متكامل. يا سيدي العزيز، أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. إحنا بنرحب فيكم مركز أمن المنارة المتكامل، هذا المركز الذي جاء تنفيذا للتوجيه والأمر الملكي في دمج مكونات العمل الشرطي في جهاز واحد، تحقيقا للمصلحة العامة ولتقديم خدمة أمنية احترافية ذكية. بتاريخ 13/4/2020 جاء الأمر والتوجيه المباشر من عطوفة مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمي بإنشاء مركز أمن المنارة المتكامل، ليكون أول مركز على مستوى المملكة ليقدم خدمة أمنية شاملة متكاملة تجمع جميع مكونات العمل الشرطي من دفاع مدني وأمن عام وقوات درك، زي ما راح نتحدث ونستعرض كمان شوية. تاريخ 31/1/2021 وتزامن مع مناسبتين عزيزتين علينا، ذكرى مأوية المملكة الأردنية الهاشمية وعيد ميلاد جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني بن الحسين. تم افتتاح هذا المركز ليكون انطلاقة جديدة لخدمة أمنية متطورة تكنولوجية مؤتمتة شاملة لجميع مكونات الجهاز الأمني. جميل، ما شاء الله عليك. هلا سيدي، احنا بدنا نحكي أكثر. زميلنا الآن أنس عواد قاعد يستعرض نشامة هذا المركز، بدنا نحكي أكثر عن آلية العمل وكيف راح يكون الاستجابة السريعة والاحترافية في حال حدوث حالة طارئة، كيف راح تتعاملوا من خلال وجود الأمن العام والدرك والدفاع المدني؟ نعم، احنا بداية خلينا يعني نتحدث سيدي عن واجبات المركز الأمني المتكامل. بالإضافة للواجبات التقليدية المتضمنة تلقي الإخبارات والشكاوي والبحث والتحري والاستقصاء وجمع الأدلة وضبط المشتكى عليهم والمجرمين والقيام بحملات إنفاذ وتنفيذ القانون، وبعد استحداث فكرة المركز الأمني المتكامل ظهرت بعض الخدمات اللي مش موجودة وللناس لسه ما كانت متوقعة أو متوفرة في المراكز الأمنية العادية. خلينا نبلش من المنصة الذكية اللي أمامك لخدمة الجمهور. هذه المنصة اختصرت من عمل والضغط اللي على المركز الأمني بنسبة تقريبا 60%. المنصة الذكية معززة بوسائل اتصال متطورة وتكنولوجية وكوادر مدربة من جهات أمنية مختلفة: إدارة المعلومات الجنائية، الدفاع المدني، التنفيذ القضائي، ترخيص المركبات، بالإضافة لمرتبات المركز الأمني. من خلالها بيتم تقديم خدمات التعميم المختلفة وما يتعلق بترخيص الدفاع المدني على المصانع والمنشآت، بالإضافة للموافقات الأمنية اللي بيتم الحصول عليها من خلال المركز الأمني بخصوص بعض معاملات الترخيص، كما يتم إدخال قرارات الأحكام من خلال مندوب المعلومات الجنائية استعداداً للحصول على الموافقات الأمنية. بالإضافة لتعزيز المركز الأمني زي ما أنتم شايفين بدورية نجدة للاستجابة السريعة للأحداث الخارجية،
وأيضا مناديب من إدارة السير للتعامل مع الأحداث والحوادث المرورية. والإضافة القوية والمميزة كانت في المركز الأمني المتكامل، كانت بإضافة قوات الدرك إلنا، فصيل للدرك ومحطة للدفاع المدني. هذا الفصيل يوفر لنا الحماية والتغطية والمشاركة بالواجبات الخارجية، وتحديدا التي تتطلب إجراءات عملياتية فيما يتعلق بالحملات وإلقاء القبض على الأشخاص الخطيرين والمجرمين. أما الدفاع المدني فهو يقوم بواجب أمني اجتماعي إنساني من خلال الواجبات اللي بيقوم فيها من عمليات الإنقاذ والإطفاء والإسعاف. طبعا إحنا الخروج للواجبات هنا والعمل في المركز الأمني تحدد طبيعة الحالة والحدث، فيعني في بعض الحالات والحوادث تستلزم إنه خروج الدرك والدفاع المدني والأمن العام، مش الحوادث المشاجرات والاعتصامات وغيرها. وفي بعض الحوادث تستلزم خروج نوعية معينة من مكونات المركز الأمني. جميل سيدي، بدنا نحكي شوي عن الغرفة الأمنية. نعم. الغرفة الذكية. المنصة الذكية. نعم. وبدنا نحكي عن توفير جميع الأجهزة والأدوات والمعدات الحديثة. نعم. والمتطورة. نعم. يعني نعم. الآن مشاهدينا أصبح المركز الأمني إلكترونياً 100%. أبداً. إحنا بنواكب التحديث. نعم. الدائم والمتطور. نعم. سواء وسائل. نعم. تكنولوجيا المعلومات وإلكترونياً. نعم. وذكياً أجهزة وأدوات معدات. نعم. حديثة. نعم. وأيضاً. نعم. بدنا نحكي عن غرفة العمليات المشتركة. المشتركة. نعم. الموجودة. نعم. في المركز يا سيدي. بالنسبة للمنصة الذكية، المنصة الذكية تم تعزيزها إلكترونياً بتاب ذكي متوفر في مجموعة من الخدمات. هذا التاب قابل للتطور بناء على الشراكات اللي بيعقدها مديرية الأمن العام مع الشركاء المختلفين. حالياً بوفر خدمة تحديد السكن والتعميم عن الوثائق المفقودة والمركبات الأوحات المركبات المفقودة، منأمن خدمة التعميم عنها. ومستقبلاً إن شاء الله راح يتم طرح مجموعة من الخدمات على هذا التاب. المواطن بمجرد دخوله على المنصة الذكية بعد التشييك عليه من الشباب هون واتخاذ الإجراءات الصحية والأمنية الخاصة بالمركز الأمني، بقوم مباشرة بإدخال رقمه الوطني على هذا التاب واختيار نوع الخدمة اللي بده إياها، ومباشرة الحصول عليها دون الدخول للمركز الأمني. خلال دقيقتين بكون متلقي الخدمة وطالع بكل احترام، ما بنزل على المركز إلا اللي بحاجة لإجراء ميداني أو إجراء تحقيقي معين. أما بالنسبة لغرفة العمليات المشتركة فهي عبارة عن خلية نحل مكونة من مندوب من الدرك، مندوب من الدفاع المدني، ومندوب من المركز الأمني، مربوطين مع غرفة العمليات الرئيسية سواء كانت على مستوى مديرية الشرطة أو على مستوى قيادة مديرية الأمن العام. إحنا مباشرة بنتلقى الإخبارات. الشباب العاملين في غرفة العمليات المشتركة كل منهم يقوم بالعمل موكل له ليتم إخراج ليكون المخرج جميل ومتكامل وشامل من خلال الخروج بروح الفريق الواحد والتعامل مع الحدث بمنتهى الاحترافية والإيجابية. نعم أحمد بيك، يعني أنتوا كنتوا نواة. نعم. للعديد من المراكز الأمنية المتكاملة. نعم. راح يكون هناك مراكز أمنية كافة محافظات المملكة وراح تغطي جميع مناطقها إن شاء الله بإذن الله. يعني الفكرة يعني لقبل شهر 5 راح يكون 25 مركز أمني متكامل على مستوى المملكة، لغاية الآن صار مفتتح منهم تقريبا 11 أو 10 مراكز أمنية متكاملة عندنا بإقليم العاصمة. هنا تقريبا 5 صرنا فاتحين يعني على مستوى أقليم العاصمة مراكز أمنية متكاملة، والخير بالجايات إن شاء الله. بإذن الله راح يكون الفكرة معممة على في مختلف محافظات المملكة حتى يستشعر المواطن الفرق بين الخدمات الأمنية القديمة والخدمات الأمنية الجديدة. جميل. إحنا يعني بدي أكد من خلالك سيدي على موضوع إنه نحن نعمل تحت يعني تحت رؤية ملكية. يعني بأكد من خلالك إنه جلال سيدنا من خلال ورقة النقاشية الخامسة ونقتبس منها أنه أكد على موضوع أن الأمن والديمقراطية والرفاه هي دعائم المستقبل وكل منها يعتمد على الآخر. فمن هذا الباب المركز الأمني هو الملاذ الآمن للمواطنين، وهذا يتطلب منا أن نكون على قدر من المسؤولية حتى نستطيع الاطلاع والقيام بواجباتنا بأحسن صورة وبكل احترافية. جميل ما شاء الله عليك، يعطيك العافية. الله سيدي بدي أحكي شوي عن الكوادر. فضل. البشرية الموجودة، يعني كوادر البشرية مؤهلة. نعم. مدربة تعمل. نعم. باحترافية عالية. نعم. استجابة سريعة. نعم. لكافة الحوادث. نعم. بمختلف فئاتها. نعم. وتصنيفاتها. نعم. زي ما حكيت أنت قبل قليل، يعني شيء بيختص بالدفاع المدني وجزء بالدرك. نعم. ممكن يكون حدث يشمل جميع. نعم. الأجهزة. بدي
نحكي عن الكوادر البشريه اللي موجوده معنا، شباب نشامه معنويه عائله عاليه جدا الحمد لله، بيعملوا بكل طاقه وجهد عالي للاستجابه السريعه. بتحكي كيف انه هيئتوا هالشباب وبمتاز هذا المركز كمان باعداد كبيره من النشامه. الحمد لله رب العالمين. يا سيدي العزيز، مديريه الامن العام ما قصرت معنا في رفضنا في القوى البشريه المؤهله والمدربه القادره على التعامل مع الاحداث على اختلاف أنواعها، بسيطة أو متوسطة أو كبيرة، بشكل احترافي. طبعا بدي ألفت نظرك لشغلة، إحنا افتتحنا المركز ب31 واحد، إحنا الآن في مرحلة الأداء وتقييم الأداء ترى لغاية الآن. الآن المرحلة القادمة هو تعظيم الإيجابيات وتلافي السلبيات وتعديل السلبيات أيضا، حتى تكون يعني العمل الأمني كامل بدون أخطاء إن شاء الله بإذن الله. الكوادر البشرية طبعا إحنا نعمل على تدريبها بشكل مستمر، سواء كان تدريب يومي داخل المركز الأمني أو من خلال خطة الأمن العام التدريبية وإشراك مرتباتنا بدورات تدريبية من خلالها بيظلوا محافظ على مستوى التدريبي والثقافي والأمني، وأيضا تزويد وتعزيزه بكل مستجدات. زي ما بنعرف إحنا إنه الجريمة متطورة ونحن نطور قدراتنا وإمكانياتنا على تطور الجريمة. أحمد بيك كل الشكر لك. الله يحفظك. الله يحييك. أهلا وسهلا. صباحية لكل نشامة ونشميات مديرية الأمن العام والدرك والدفاع المدني، جهود جبارة مباركة من خلالكم خلال مديرية الأمن العام. كل الشكر لك. أهلا وسهلا بك. صباح الورد يا أهلا. شكرا شكرا جزيلا. مشاهدينا زي ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشرة من أول مركز أمني متكامل في المملكة، هو مركز أمن المنارة. هذا المركز يقدم خدمات أمنية احترافية بكفاءة عالية، وأيضا بوجود العديد من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة والأجهزة والأدوات المعدات الحديثة والمتطورة. نخليكم مع بعض اللقطات الصباحية. تحية صباحية لنشامة مديرية الأمن العام بأجهزتها الدرك والدفاع المدني، وللباشا مدير الأمن العام، وأيضا صديقنا وصديق البرنامج عامر بيك السطاوي. تحية صباحية من خلال فريق برنامج يوم جديد. نخليكم مع بعض اللقطات الصباحية لنشامة هذا المركز. يسعد صباحكم مرة أخرى. تحياتنا لنشامة الوطن، يسعد صباحكم يا رب ويعطيكم ألف عافية. الأمن العام، الدفاع المدني، الجيش، كلكم يعني أنتوا اللي عن جد بتخلونا هيك نحب الحياة أكثر ونحس بالأمان ونحس بالراحة. والدرك ما بدنا ننسى حدا. الجميع دائما وابدا. خلينا نذهب بهذا التقرير عن منطقه بدر الجديده. خلينا نشوف هذا التقرير نتعرف اكثر ايضا عن هذه المنطقه الجميله. خلينا نشوف مع بعض.